انا كساب والاب ديالي كساب، حنا كلنا كسابه وفلاحه، تنسكن انا في منطقه السهول. كيداير السوق اليوم؟ السوق طالع، السوق طالع شويه، كاين ثمن. هذا الخير ها هو دابا ب 84، بعنا اخوه ب 84. بعنا اخوه ب 84. هذا بعنا اخوه. شك بان هذا العام كاين الغلا بزاف. الاسعار العلف العلف بزاف باش وصلوا هذا باش تلحقوا. عرفتي راه شنو الجديد؟ تعطيه لشي واحد دابا، اي واحد انسان قول له ها هو هذا، وصلوا لي ديال العام ولا عام هذا، قول له وصلوا لي السنه القادمه ان شاء الله. وشنو شنو يدير باش يمشي ياخذ له النقاله، ياخذ الشمندار، الدراس، اي حاجه اللي غادي ياكل هذا، اللي غادي ياكل غير يقابله ويشوف هذا. والمواطن حتى هو مسكين الله يحسن العون. ديال التخريطه ولكن تنعرفوا بان السوق عنده واحد القانون ديال العرض والطلب. واش العرض قليل هذا العام؟ اش بان لك انت في السوق؟ السلعة كاينة، الخير موجود، والثمن كاين، الخير موجود، والثمن كاين، الثمن زايد مقارنة بالسعر الماضية، 500 و 1200 درهم اللي كاينة، 1200 درهم زيادة مقارنة مع السعر الماضية. دابا إلا بغيت نسولك بأن هذا الخروف، خو هذا الخروف هذا؟ خوه. شحال تيخلي لك؟ باش يخلي؟ ما مخليش لك كاع مرة، مخلي لك تمرة. مخلي لك تماره، اما راس المال ديالو باش هذا ما مخليش لك. هذا مشري 3000 هذا الغلا وهذا. رغم هذا الغلا شنو هو اللي مغلي هذا؟ راه اللي مغلي هو هذاك الاسعار اللي تمشيو ناخذوهم حنا، حيت حنا ماشي حاجه شي حاجه تنزلوها، عندنا السقي، عندنا الماء، عندنا قوت قوت، عندنا كل شيء. هذا باش نطلعوا تمشيو نشريوا لي حنا العلف ديالو. تنمشيو نشريوا له العلف ديالو، ناخذوا اي حاجه ونجيبوا باش نجيبوا لهاد الناس. هما تما الله يحسن العون. دابا المواطن تجي تيبان لك ملي تتقول له 4200 درهم، تيبان لك الملامح ديال اللون ديالو تتبدل. وملي تجي دابا تتقول له انا حس بيا، انا راه باش خديت باش وصلته، راه حتى انا بواحد الثمن، ونطلب الله ينزل اللطف من عنده. انت كساب فلاح بيع شراج؟ انا عندي ترونسبور هنايا، ولكن تنطالع الكبيرة والصغيرة هنايا، فهمتي؟ بالنسبة للسوق اليوم بالنسبة للسوق اخي، هذا الحولي هذا السوق طالع بلاف والفوق، حولي اليوم راه طالع بزايد، ولكن قال لك الثمن راه في الخميسات راه شوية الثمن شوية ديال هذا. دابا بالنسبة ديال هذا الحولي راه ولا تيضرب زعزع، سمعتي؟ كاس كراوات خاصو كرواصة، فهمتي؟ راه هادشي راه لا اله الا الله مع هاد الناس هادو، راه بزاف هو راه الكساب لا البيع والشراي لا هذا، راه الشناقه اللي مطلعين السوق في الحقيقه، تيشري ب 40 وتيبيع ب 60، وهادي راه هو اللي مطلع السوق البيع والشراي. الفلاح واكل العصا. ها السبب ديال الغلا تيقول لك العلف طالع كذا، هادي شويه ديال هادي، رانا كاين اللي معلف وكاين اللي ما معلفش، كاين اللي ما معلفش عاد داخل تيقول لك انا معلف، هو راه ما معلف حتى حاجه. راه هادشي بزاف، والله يحسن العوال الفلاح. شي شناق، شناق راه تيشري هنا وتيبيع هنايا، راه باينه، راه تيشري هنا ب 40 ويبيع هنايا ب 60، وقهروا الناس. راه الناس دابا راه ما لاقيه ما تشري. اليوم الخروفه دارت 50000، خروفه اليوم دارت 50000 العام هذه، وعاس من الحليب بقى خروف، والله الا 50000 دابا قسما بالله. وشطبوها الناس، مع الناس خلصت البارح والله الا تشطبات. سمعتي اللي يقول لك زعما راه الناس ما كايناش ولا هذه، راه الله يحسن العوال لاي واحد. والله الا 50000 باش داو الخروف الصباح، وهادشي راه ما عمرو وقع هاد العام بحال هاد العام هذا، ما عمرو وقع. شتي هاد العام هذا والله ما عمرو وقع. الناس راه واكله العصا من معنى الكلمه، الناس راه معيده، الناس راه اكثريه معيده على النعجه. شتي النعجه؟ النعجه عندها ما عندها حتى درسه معيده عليها ب 50000 الناس. حتى درسه ما عندهاش معيده عليها الناس ب 50000. والله يحسن العوان بعد هاد الناس هادو وصافي. لا موالي الهوندات، لا موالي الكاميوات، لا موالي العارف، لا موالي كل شيء واكل العصا. سمعتي؟ اللي هكا راه مشى هذاك الشيء ديال الله، راه الله يرزق على الصحة والسلامة. الله يدير لنا شي نطلب، والله يدير لنا شي حاجة ديال الخير. هذا الشيء راه والله إلا هذا الغلاء راه قهرنا بزاف. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الشيء راه لا إله إلا الله. أنا رانا كساب حبيبي، أنا كساب بيا شري، ولكن ما خلاوها لا نكسبوا ولا بيعوا شرا. شكون صاري؟ الناس تشكى هذا العام بان الغلاء شي حاجه ديال الغلاء، شي حاجه كرات ماشي الغلاء، الغلاء الطوب طوب الغلاء، وماشي هذا الشيء منين جاي؟ راه جاي من المسائل ديال الصاير، من العلف، من الخروف كان غالي. الناس راه شاري الخروف ب 50000 ومعلفه 22000 24000، ودابا تيقول لك لا راه غالي.
راه كاين الغلا من الاول من الديبار. وهادشي شكون اللي داير عليه؟ راه الحكومه هي المسؤوله على هادشي صاحبي. شكون نجيو من الاخر؟ لو ما حنا عارفين العلب الا غالي والمسائل وكذا وكيستوردوا الخرفان ديال الصبليون يعني راه باغي المدره لهذا. وبالنسبه لهذا الخرفان ديال الصبليون يعني ما نقصوش الثمن في السوق؟ اش غينقصوا؟ واش شي حاجه اللي ماشي ديال البلاد غتلقوا شي حاجه ديال البلاد؟ ما عمرها غتلقصها. راه بلاد معارف، شكون اللي ما عارف صافي؟ كلشي عارف، اي واحد عارف. الحاجه ديال البلاد كتبقى هي ديال البلاد. ولكن حنا تنعرفوا بان السوق تيخضع للعرض والطلب، الا كان زعما لا دابا العرض، دابا العرض الا كان ديال البلاد، العرض الا كان ديال البلاد ممكن، ولكن الا كان العرض ماشي ديال البلاد كيكون داكشي ماشي ملتيس، فهمتي؟ تكون داكشي ماشي تا اللي اخر، تكون صريح هنا. يعني هذا العام اخي بنادم كسح بزاف، والله يحسن العون حتى لذوك اللي غادي يشريو، تما الله يحسن العون. بالنسبه لك انت ككسب شحال تيخلي لك الحوليه؟ تا شحال دابا يخلي الحوليه؟ واه قلت لك، انا قلت لك دابا الخروف اللي شاري هذه مشريه ب 52 و 1021000 وراه 73000، هما دابا تنبيعوا فيها ب 70000، 3000 من جيب الله، شنو يخلي هذا الحول؟ لا شنو يخلي؟ فين هو الكرا؟ فين هو السيار؟ فين هو كذا؟ فهمتي؟ يعني اخي ما كاينش شي حاجه اللي زعما ماشي تالي. وانتم كيشتوا رد الفعل ديال المواطنين ملي تقول له دابا هاد الخروف ب 83 كي تيبان لك انت؟ ملي كتقول له 80 ولا 83 كيتخلع كيمشي. يبقى معمر معك السوق. ما تيعمرش معك السوق، تيدور في البلاصه تيمشي بحال. والله راضي. ولا تيقول لك راك واقيلا راك كتزيد علينا، كيسحبوا معايا الزياده بدايه لروسنا. وهادشي راه عارفه الحكومه ما عارفاش. هي راه ادري واش بيناتهم. وراه ادري واش بيناتهم، حنا تجي فينا صاحبي. هما ساوردوا دابا الغلب بالصبليون. شدوا عليها الدعم، وشكون راه بيناتهم؟ وحنا علاش الدعم يعطيو لهاد الكسابه ديال هاد المغاربه هادو؟ هاد الكسابه ديالنا يعطيوهم ذاك الدعم اللي يعطوه دابا لهذوك المدخلين المسور ديال هذاك الغلب ديال الصباليون. بالنسبه بغيت نسولك، المرقد ديال هاد الخرفان عندك مين؟ المرقد من بن خيران. بن خيران لمن تابع بن خيران؟ بن خيران الخريف قال واتزام. تابع الخريف قال واتزام؟ اييه. وجبتي معروف عليها، معروف عليها الجوده، معروفه خريب قرا هي البروبيا الواقيله في الغلبي. ولكن اخي حطموا هذاك الشيء. اين سلاله هذه؟ هذه سلاله البرقيه، سلاله ديال خنيفره، فهمتي؟ هذه البرقيه حمرة الراس، فهمتي؟ هي اللي كنديروا دابا تما عندنا بلي خيرات سرديه وبرقيه، ولكن كتعطي هذه البرقيه كتعطي. عاد العام اخويا الغلا بزاف. الخروف قال لي 84. اش بان لك؟ بان لي غالي بزاف، ما يمكنليش نشري. مش انت كتصور 2600 درهم وتشري ب 84، شنو تبقى كطلب بزاف؟ ما نعيش كاع. درتي الصباح، شتي بان لك السوق؟ مشيت في السلاق، جيت في السلاق وجيت لاباط 84 بزاف. الثمن في السلاق كيف داير؟ الثمن هو 74 84، هادشي اللي كاين. يعني الاسواق الاسبوعيه كلشي 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 بحال بحال. ثمن واحد عندهم. رساله للمسؤولين. المسؤولين يشوفوا حال الدرويش ويشوفوا حال الضعيف، والله يسهل عليهم، الله يسهل على هاد الناس كيفاش ندوزوا الفريضه نتاعت الاسلام. شنو شبان لك الا قارنتي هاد العام بالسنوات اللي فاتوا؟ العوامات الاخرين كانت الكسيبه وكانت الثمن اخف، بحال هذا دابا 80 كنتي كتاخذوا ب 46 50 52. هذا وليتي في 84 فين غالي؟ زدت 1500 درهم، 1600 درهم، حتى 1800 درهم زيادة في الحولي بزاف. أنت شتيني ما يلا قلبت، قال لي 84، قلت له الله يعاون. ها؟ الدولة عاوناتكم. أبدا عاون الناس. كيفاش ما عاوناتكم؟ خلو شي يقول لك عاونكم. الله يمسخو. خلو شي يقول لك عاونكم. باش عاوننا حنا؟ عطاكم الدعم. مين جا؟ اللي جا مواطن كيلقى فين الدعم؟ فين مشى؟ والدعم شديناه لعبدك، ولكن والله خايشة. خايشة. خايشة ليش صحيح؟ 4000. خايشة. هو تيقول لك خايشة وخلصناها ب 4000. وخلصناها ب 4000. واش أنا نخدموك أنت؟ وخلصناها ب 4000. يا بنات. أنت يقولك. أنا راه في الواقع على